بعد تخصيص أزيد من 1000 هكتار لزراعة مختلف أنواع كليمونتي بأنواعه بولاية جلف، هي أولى قدرات الإنتاج، وبعد مرور 3 سنوات تعطي ثمارها المتميزة بالجودة والنوعية. ولاية جلف تحوز على مساحة 1094 هكتار، منها عدة أصناف جديدة، والعام هذا 2023 زدنا 3 أصناف أخرى جديدة ذات مردود مرتفع وإنتاج وفير. كاين عندنا أصناف غرسناهم قبل عندهم أكثر من 5 سنوات، مثلا لحقت لنا حتى 450، معدل 450 حتى 500 قنطار في هكتار. ولهذا اللي فكرنا قلنا بما أن عندنا إنتاج خممنا به ننجموا نصدروا للخارج حتى ولو بكمية يعني قليلة، لكنها بداية لكل حال. هنا بهذا المركب تستقبل أزيد من 100 قنطار من منتوج كليمونتين ليتم معاينة المنتوج وتحضير كمية معتبرة للتصدير إلى كندا. بعد انطلاق عملية جني في شعبة الحمضيات لهذه السنة، قمنا في هذه السنة بتصدير أول الشحنات كتجربة جديدة، قمنا بتصدير أول الشحنات من مادة كليمونتين إلى دولة كندا، ونحن الآن في اتصالات متقدمة مع الدول من الشرق الأوسط لتصدير منتجاتنا إليها. نحن في إجراءات متقدمة مع للحصول على شهادة الجودة والسلامة من طرف الشركة العالمية جلوبال جاب للولوج منتجاتنا إلى الدول الأوروبية إن شاء الله. وبعد انطلاق عملية الجني يسعى الفلاحون إلى تغطية السوق الوطني وبلوغ رقم 100 طن شهريا، وخذ التصدير أيضا نحو دول أوروبية.